رئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا القارة ويؤكدان مواصلة تعزيز العمل الأفريقي المشترك. في مجزرة جديدة للاحتلال يقصف مدرسة تضم نازحين بمخيم جباليا ويعلن تكبده أكبر خسائر في يوم واحد بمقتل وإصابة 17 من قواته في غزة. في ختام كوب 28 دول العالم تتبنى أول اتفاق تاريخي يدعو للتحول باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري، ومصر ترحب وتشيد بقيادة الإمارات للمفاوضات. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تقديم الدعم لدولة الكونغو الديمقراطية في برامجها التنموية بما يتسق مع الطابع الخاص والتاريخي للعلاقات بين البلدين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، حيث استعرض الجانبان أهم مجالات التعاون وأكدا الرغبة المشتركة في توسيعها إلى آفاق أرحب في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين. هذا وقد أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال قد تطرق كذلك إلى الأوضاع في القارة الأفريقية، حيث أكد الرئيسان مواصلة تعزيز العمل الأفريقي المشترك لتحقيق الاستقرار والسلم والأمن للقارة، والعمل على تثبيت دعائم هذا الاستقرار وربطه بجهود التنمية بما يتسق مع تطلعات الشعوب الأفريقية. استهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتوجه بخالص الشكر والتقدير باسم مجلس الوزراء لشعب مصر العظيم بعد أن ضرب أروع الأمثلة في الوعي وفي إدراك ما يحيط بالمنطقة كلها من تحديات، فاصطف في لجان الانتخابات الرئاسية للتعبير عن رأيه ولتأكيد حضوره في هذا المشهد السياسي الأهم. كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر لشباب مصر الذين تصدروا المشهد الانتخابي، وعبروا أيضا عن وعيهم الشديد ووطنيتهم وتمسكهم بحقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم. وفي سياق آخر أكد رئيس الوزراء أهمية بحث المزيد من الآليات التي من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي زيادات في أسعار السلع الاستراتيجية وضرورة العمل على توافر مختلف السلع بالأسواق. كما أشار مدبولي إلى الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة السكر الحالية والتحركات التي اتخذتها مختلف أجهزة الدولة لحل هذه الأزمة، مؤكدا تكاتف الجهود لسرعة حل هذه المشكلة. اللجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. أعلنت اللجان العامة بمحافظات الجمهورية نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية بالانتخابات الرئاسية 2024. يأتي ذلك وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث حددت يوم 14 من ديسمبر لتلقي الهيئة للطعون في قرارات اللجان العامة، ويوم 15 والسادس عشر من ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج، على أن تعلن النتيجة العامة في 18 من ديسمبر وتنشر في الجريدة الرسمية.
أكد رئيس البرلمان العربي عادل العصومي بأن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 اتسمت بالشفافية والنزاهة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، حيث شدد العصومي على أن البرلمان العربي لم يرصد أي مشكلات تعرقل العملية الانتخابية، مشيرا إلى رصد إقبال كثيف من قبل الناخبين خاصة المرأة والشباب على التصويت في الانتخابات. وفي هذا الإطار أكد العصومي أن الشعب المصري أثبت أنه صمام أمان ليس لبلاده فقط بل للمنطقة العربية بأسرها، مشيرا إلى أن البرلمان العربي بصدد إعداد تقرير نهائي عن متابعة انتخابات الرئاسة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات، حيث استشهد وأصيب العشرات في قصف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا تضم نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية في غزة بأن أكثر من 40 شهيدا من بينهم 10 أطفال وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، كما استشهد وأصيب العديد في غارة استهدفت منزلا في دير البلح. وبالتزامن شنت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا في مناطق شرق ووسط خان يونس وفي مناطق في المنطقة الوسطى بقطاع غزة وحي التفاح والدرج. أكد الهلال الأحمر الفلسطيني خروج 22 مستشفى من أصل 35 من الخدمة في قطاع غزة. أضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن قطاع الإسعاف التابع له قد تضرر بشكل كبير في غزة جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، مشيرا إلى وجود 13 سيارة إسعاف فقط تعمل في قطاع غزة و71 كادرا صحيا يعملون بدائرة الإسعاف. وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت سيارة إسعاف كانت تنقل 11 مريضا من مستشفى المعمداني، مما أدى إلى استشهاد أحد المصابين، مؤكدا أن كوادره تعمل على تقديم الخدمات للنازحين والمرضى وذلك في مستشفى الأمل بخان يونس. قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أنه يتوقع المزيد من النزوح في منطقة الشرق الأوسط بسبب الصراع في قطاع غزة. أضاف غراندي خلال المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، أضاف أن الأحداث التي وقعت منذ 7 أكتوبر الماضي تتجاوز نطاق اختصاص المفوضية، معربا عن أسفه لتعرض المدنيين للمزيد من العنف والمعاناة وكذلك للمزيد من النزوح الذي يهدد المنطقة. A major human catastrophe is unfolding in the Gaza Strip. And so far, the Security Council. تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتواغلة في محاور قطاع غزة، حيث أعلنت حركة حماس أنها استهدفت اليوم دبابات إسرائيلية فضلا عن 8 ناقلات للجند بقذيفة الياسين 105 في منطقة خان يونس. وأشارت الحركة إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات في المحور الشرقي لخان يونس والزيتون والشجاعية وجباليا.
في هذه الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 10 من أفراده معظمهم من الضباط، فضلا عن إصابة 7 آخرين بجروح خطيرة في المعارك المندلعة شمال قطاع غزة، وذلك في أكبر حصيلة يومية منذ توغلها في القطاع. أوضح الجيش الإسرائيلي أن من بين القتلى ضابطا برتبة كولونيل كان يقود قاعدة متقدمة للواء المشاة جولاني، وهو ما يرفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء العملية البرية في 20 أكتوبر الماضي إلى 116 قتيلا. كما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 444 ضابطا وجنديا. كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضخ مياه البحر في الأنفاق في قطاع غزة. أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها من أن لا يكون استخدام مياه البحر فعالا، وأن يعرض إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر. في محاولة لنزع قدرات الفصائل الفلسطينية المقاومة باستخدام أدوات عسكرية وتكنولوجية مختلفة، قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن الجيش الإسرائيلي بدأ في ضخ مياه البحر في أنفاق قطاع غزة. ووفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على عمليات الجيش الإسرائيلي، فإن غمر الأنفاق الذي من المرجح أن يستغرق أسابيع قد بدأ بالفعل، في الوقت الذي أضافت فيه إسرائيل مضختين أخريين إلى المضخات الخمس التي تم تركيبها الشهر الماضي وأجرت بعض الاختبارات الأولية. مسؤولون أمريكيون أضافوا أيضا أن فائدة استخدام مياه البحر في متاهة واسعة تحت الأرض تمتد لحوالي 300 ميل، أي نحو 482 كيلومترا، وتتضمن أبوابا سميكة ما تزال قيد التقييم من قبل الإسرائيليين. وفق الصحيفة الأمريكية، فإن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعربوا عن قلقهم من أن استخدام مياه البحر قد لا يكون فعالا، ويمكن أن يعرض إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر. خطوة إغراق الأنفاق بالمياه من البحر الأبيض المتوسط هي مجرد خطوة من عدة خطوات لجأت إليها إسرائيل لمحاولة تدمير الأنفاق بعد فشلها في تحرير أي من المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية أو إحراز أي نصر عسكري حتى الآن، على الرغم من دخول العدوان الإسرائيلي على القطاع شهره الثالث. وإلى الضفة الغربية، حيث وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي اقتحامها لمدينة جنين ولمخيمها، في حين اقتحمت عدة مناطق أخرى بالضفة. وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال وسع نطاق اعتداءاته في جنين لتشمل عدة أحياء، قصف خلالها 3 منازل فلسطينية، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين واعتقال 100 آخرين. وأعلن الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 4 من جنوده جراء انفجار عبوات وإطلاق نار خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها. جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف عن إثارة غضب العالم وعجزه عن إيقاف عمليات الإبادة الجماعية واعتقال المدنيين، متوسعا في وحشيته لتشمل الضفة الغربية، حيث واصل عدوانه الآثم على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة ليوم الثاني على التوالي. وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنازل وسط تعزيزات عسكرية كبيرة برفقة عدة جرافات تقوم بتدمير البنية التحتية. وشهد الحي الشرقي من مدينة جنين مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي حولت عددا من المنازل إلى نقاط عسكرية. قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أيضا عشرات الفلسطينيين لدى اقتحامها مناطق عدة بالضفة في رام الله، نابلس والخليل وبيت لحم وقلقيلية ورأس العمود. وفي قرية سلواد قرب رام الله اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، وكذلك في قرية دير أبو مشعل. وإمعانا في التضييق على إسعاف الجرحى أو استلام جثامين الشهداء، تم منع سيارات الإسعاف من الوصول لتلك المناطق، مع إجبارهم على تسليم المصابين والشهداء ما يثبت هويتهم أو يمنعون إسعافهم ونقلهم. كما كنا نواجه في المرحلة الأخيرة أنه لا يمكن إخلاء أي إصابة بدون رقم هوية أو بدون صورة هوية أو بدون هوية. عرفنا الجانب الآخر أن الحالة كثير صعبة، وفعلا الحالة كانت كثير صعبة، وأنه يجب نقلها بسرعة، لكن للأسف
طلب مني انه ما بنتكل ولا بتحرك الا تجيب هويته. في الاخر تم نكله قبل ما نجيب هويته على اساس انه اخذ الطاقم الثاني، السياره الثانيه اللي طلعتكها. وفرض جيش الاحتلال الاسرائيلي حصارا كاملا على عده احياء، واغلق جميع المداخل بالاليات العسكريه والجرافات مع قصف المنازل، كما منعت الدفاع المدني من الوصول لمكان للسيطره على الحرائق المشتعله جراء القصف، مما أجبر مديريات التعليم على تعليق الدراسة بالمدارس. وإلى جانب نشر قناصة يستهدفون الشباب الفلسطيني، تم تسير طائرة بدون طيار لتقوم بقصف مدينة جنين، مما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، لتسجل وزارة الصحة الفلسطينية عدد شهداء ومصابي الضفة الغربية بالمئات منذ العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، معظمهم أصيبوا أو قضوا نحبهم بنيران قوات الاحتلال أو بنيران مستوطنين، لتتوالى عمليات الإبادة المنهجة والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الأعزل صاحب الأرض. اقتحم عشرات المستعمرين باحات المسجد الأقصى المبارك وسط دعوات لتكثيف هذه الاقتحامات بالتزامن مع حلول عيد الأنوار اليهودي الذي يتواصل حتى نهاية الأسبوع. أدخلت قوات الاحتلال عشرات المستعمرين لباحات المسجد ووفرت لهم الحماية وسمحت لهم بأداء طقوس تلمودية، وفي المقابل منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى المواطنين من الدخول للمسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين بشكل لافت. أدانت الجامعة العربية قرار سلطات الاحتلال مصادرة أراض فلسطينية في سلوان بالقدس الشرقية المحتلة بغرض بناء قطار هوائي يمر فوق هذه الأراضي. وأكدت الجامعة العربية أن الخطوة الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الملزمة التي تحظر الإجراءات الأحادية في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن مصادرة الأرض ونزع الملكية وتهجير السكان من القدس الشرقية تمثل خطة ممنهجة لتهويد القدس تباشرها إسرائيل، مستغلة الانشغال العالمي بجرائمها في غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالانتباه إلى السياسات الإسرائيلية الخطيرة في المناطق المقدسة. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين إنها تؤيد فرض عقوبات على المتطرفين من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. نددت فوندرلاين أمام البرلمان الأوروبي بتصاعد أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون والتي اعتبرت أنها تهدد استقرار المنطقة، مشيرة إلى أن ممارسات المستوطنين تتسبب في معاناة هائلة للفلسطينيين. وتأتي تصريحات فوندرلاين بعدما قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إنه سيقدم اقتراحا لفرض عقوبات على متطرفين من مستوطني الضفة الغربية. تتطلب هذه الإجراءات إجماعا من الدول الأعضاء 27 في الاتحاد الأوروبي. وحول التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم غارة جوية على جنوب لبنان. وأوضحت مصادر لبنانية أن الغارة استهدفت مبنى ببلدة كفر أسفر عن سقوط شهيد فضلا عن عدد من الجرحى وتدمير المبنى بشكل كامل. كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي بالرشاشات الأطراف الشرقية لبلدة بليدة وأطراف بلدة طربيخة. وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية اشتباكات متقطعة بين قوات الاحتلال من جانب وحزب الله اللبناني وعدد من الفصائل الفلسطينية من جانب آخر، وذلك منذ التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقارير عن حادث في محيط مضيق باب المندب، ودعت الهيئة السفن إلى توخي الحذر أثناء عبور المضيق. كانت قوات الحوثي في اليمن قد هددت باستهداف سفن الشحن في البحر الأحمر المتوجهة إلى إسرائيل حال عدم السماح بإدخال كافة المساعدات إلى قطاع غزة.
وفي وقت سابق بالأمس أعلنت قوات الحوثي مسؤوليتها عن إصابة ناقلة تجارية نرويجية بصاروخ كانت متجهة إلى إسرائيل، وذلك في إطار الاحتجاج على التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة. أيد القرار 3/4 أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة، حيث صوتت ضد القرار إلى جانب إسرائيل 8 دول أخرى، وأيدت 153 دولة القرار، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت. من جانبه قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قال إن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار في تجاهل هذه القوة الهائلة من رفض المجتمع الدولي للعدوان الإسرائيلي. A/ES10/L27 has been adopted. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن تأييد 153 دولة للقرار الذي يمثل مشروع على الجمعية طرح الأمم المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة يعكس الموقف الحقيقي للرأي العام الدولي الرسمي المؤيد لتلك الدعوة. لفت أبو الغيط في الوقت ذاته إلى أن تأييد القرار لا يعكس موقف مجلس الأمن وحده. وصرح أبو الغيط في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي أكس إن المعترضين على القرار أو الممتنعين عن التصويت عليه يقفون على الجانب الخطأ من التاريخ. رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وبضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تم اعتماده بالأمس بموافقة 153 دولة. ذكرت المنظمة أن ذلك التصويت يعكس الإجماع الدولي والإرادة السياسية للغالبية الساحقة من دول العالم تجاه ضرورة وقف جرائم التهجير والتدمير والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار وبوضع حد لخطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء العدوان العسكري والاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. شددت وزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة التوصل إلى هدن إنسانية جديدة للإفراج عن الرهائن وإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة. أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ما زالت متمسكة بأن حل الدولتين يصب لصالح الإسرائيليين والفلسطينيين في ذات الوقت. وطالبت واشنطن إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لحماية المدنيين في قطاع غزة، مؤكدة رفضها أطروحة إعادة احتلال غزة من قبل الجيش الإسرائيلي. Taking out the leadership of Hamas that planned and carried out the attacks of October 7th. جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رفض موسكو للممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والتي تتسبب في معاناة المدنيين. شدد لافروف على رفض بلاده لأي تسوية في الشرق الأوسط لا تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة، متهما الولايات المتحدة برفضها منذ فترة طويلة العمل في إطار الرباعية الدولية بشأن الشرق الأوسط. подтверждаем нашу позицию о необходимости не
جدد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية. طالب البابا بإطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، مشددا على ضرورة أن تسعى جميع الأطراف للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وفي دعم فلسطين، يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعايا الدول. دخل اليوم 75 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة وخمس شاحنات وقود، وذلك من بين 200 شاحنة من المرتقب أن تدخل القطاع اليوم. كما استقبل معبر رفح اليوم 16 من الفلسطينيين المصابين جراء العدوان الإسرائيلي للعلاج بالمستشفيات المصرية. كما استقبل المعبر أيضا 300 من مزدوجي الجنسية. في هذه الأثناء، يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. حيث استقبل المطار اليوم الطائرة الإغاثية السعودية 25 على متنها مساعدات إنسانية وسيارتا إسعاف. وأكد الهلال الأحمر المصري أن إجمالي الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 من أكتوبر الماضي بلغت 290 طائرة على متنها نحو 8000 طن من المساعدات الإنسانية الطبية والغذائية والإغاثية المتنوعة وسيارات إسعاف ومحطات تحلية مياه. للمزيد من المتابعة، ينضم إلينا من مدينة العريش مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كما نتابع كريم، هناك استمرار في المساعدات الدولية سواء من الدول الصديقة والدول الشقيقة والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية لوصول أو لإيصال هذه المساعدات إلى أشقائنا في غزة. هل لك أن تطلعنا على آخر التطورات لديك؟ نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ربما بالفعل الأرقام المذكورة منذ قليل من خلالكم لا تختلف كثيرا عن هذه الأثناء، فهذه الأرقام بالفعل وصلت منذ ساعة تقريبا 75 شاحنة إلى قطاع غزة. دخول هذه الشاحنات بعد توقف كبير وتكدس في الناحية الفلسطينية، تحدثتم عن تجهيز 200 شاحنة، بالطبع كانت مصر تجهز يوميا ما بين 100 إلى 200 شاحنة من أجل إدخالهم إلى الأشقاء في فلسطين، ولكن دائما ما كانت قوات الاحتلال تعرقل دخول هذه الشاحنات وما يقلل الأعداد التي تدخل إلى الناحية الأخرى، و 75 شاحنة دخلوا بالفعل إلى قطاع غزة. ولكن يعني الأنباء الآن تتحدث عن محاولات لزيادة هذه الأعداد، هناك اتفاقات تلوح في الأفق ولكن غير متفق عليها رسميا حتى الآن، عن محاولة فتح معبر كرم أبو سالم لمساعدة أيضا دخول أكبر عدد من الشاحنات، ولكن ربما الأنباء تتحدث ليس فقط عن دخول الشاحنات من معبر كرم أبو سالم، ولكن تفتيش الشاحنات عن معبر كرم أبو سالم، هو المعبر الذي كان من قبل يدخل من خلاله إلى قطاع غزة قوة تقريبا 500 شاحنة يوميا محملة بها المساعدات المختلفة. الأنباء الآن تتحدث عن دخول تفتيش محاولة لتفتيش 100 شاحنة عند كرم أبو سالم و100 شاحنة عند نتسانيا، مما يساعد أيضا على زيادة عدد دخول الشاحنات بأسرع وقت، ولكن كلهم في الآخر يدخلون عبر معبر رفح الفلسطيني، لذلك يتكدس هذه الشاحنات تتكدس بشكل كبير أمام المعبر، ولكن كلها محاولات لتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين. وبرغم عرقلة قوات الاحتلال لدخول هذه الشاحنات، إلا أن المجهودات المصرية لا تتوقف كما ذكرتم، إما عن طريق استقبال الطائرات المختلفة الذين وصلوا بالفعل إلى 290 طائرة إلى
مطار العريش الدولي والذين محملين يعني بالمساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية ومحطات تحلية المياه وحتى المستشفيات الميدانية التي نصبت بالفعل في قطاع غزة مثل المستشفى الإماراتي، وكان هناك حديث عن مستشفيات أخرى سيتم نصبها بالفعل داخل قطاع غزة، تحركت بالفعل من الأراضي المصرية بجانب سيارات الإسعاف التي دخلت أيضا. شاحنات الوقود من أهم الشاحنات التي تدخل يعني إلى قطاع غزة نظرا للاحتياج الكبير لهذه الشاحنات. هناك دخلت 5 شاحنات بالفعل، إلى الناحية الأخرى 3 شاحنات من السولار محملة كل واحدة منهم 30,000 لترا، إذن يصل العدد إلى 90,000 لترا، وشاحنتين من الغاز ليتسلمهم بالفعل الهلال الأحمر الفلسطيني. وبرغم كل هذا إلا أن المجهودات المصرية برغم يعني أنه كان هناك العديد من يعني الأشياء التي تحدث بالفعل على الأراضي المصرية مثل الانتخابات الرئاسية بالأمس وغيرها، إلا أن هذا لم يوقف على الإطلاق استعدادات خاصة بدخول الشاحنات وضغط دولي مصري لدخول هذه الشاحنات إلى الناحية الأخرى في قطاع غزة. سؤالي ليك أيضا كريم عن أبرز الدول التي أرسلت طائرات للمساعدات إلى أشقائنا في قطاع غزة من خلال مطار العريش. 29 دولة شاركوا في هذه الطائرات التي جاءت عبر مطار العريش الدولي. نتحدث ربما عن أبرز هذه يعني الدول، نتحدث عن الكويت، هي أول من قام بجسر جوي متخصص لنقل المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق مطار العريش الدولي، قاربوا على 40 طائرة حتى الآن من الكويت فقط، يليهم أيضا السعودية، يليهم الإمارات، ويليهم عدد كبير آخر من الدول. نتحدث أيضا عن العراق التي شاركت بعدد كبير من الطائرات، نتحدث عن الأردن من أهم المشاركين، ربما من أول المشاركين هي ودولة الكويت في إرسال المساعدات المختلفة عبر الطائرات. أيضا بالإضافة لذلك بعض الدول الأوروبية وبعض الدول الآسيوية التي شاركت بالفعل، ربما الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تدعم يعني الجانب الخاص بقوات الاحتلال لم تشارك إلا بطائرة خاصة بهيئة المعونة الأمريكية، جاءت مرة واحدة فقط. أما بالنسبة للدول الأخرى فشاركوا بعدد كبير من الطائرات، وهناك أيضا من جاء بطيارات مخصصة لتحمل سيارات للإسعاف، ذلك كانت طائرات محملة بشكل كبير من المستلزمات الطبية. هناك أيضا تركيا التي شاركت بشكل كبير في هذه المساعدات، قطر أيضا كان لها دور في هذه الطائرات. نتحدث أيضا عن بعض الدول ربما الأفريقية مثل جنوب أفريقيا التي شاركت أيضا بطائرة من الطائرات التي وصلت، لذلك عدد كبير من الدول يشاركون ويتضامنون. ربما هذا ظهر هذا التضامن بالأمس في جمعية الأمم الاجتماع العام أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا القرار 153 دولة الذين وافقوا على وقف يعني إطلاق النار الخاص بقطاع غزة، ربما هذا يظهر مدى حجم التضامن الدولي مع الأشقاء في فلسطين. ولكن دائما ما نجد أن قوات الاحتلال يعني ترفض كل هذه الإجراءات وترفض كل هذه القرارات، حتى مجلس الأمن الذي صوت بالإجماع ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت حق الفيتو، يؤكد على حجم الدولي الكبير في دعم القضية الفلسطينية. والتصريحات أيضا الخاصة برئيس رؤساء وزراء أسبانيا وبلجيكا عن يعني احتمالية الاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى إذا لم تقوم أوروبا بشكل عام والاتحاد الأوروبي بالاعتراف بذلك، كل هذا يوضح مدى الدعم الدولي للقضية الفلسطينية. كل هذه بالطبع يعني برعاية كبيرة لمصر وضغط دبلوماسي مصري قوي بجانبه بالطبع الإمارات وجانبه بالطبع قطر والإمارات والدول العربية. دعم مصري وموقف مصري ثابت، وذلك منذ اللحظة الأولى لهذا التصعيد الإسرائيلي الأخير على أشقائنا في فلسطين. أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس متحدثا إلينا من العريش، شكرا جزيلا لك. لقد حرصنا في شرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد، وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية، وبرنامج العمل حول الانتقال العادل، وبرنامج عمل لخفض الانبعاثات.
رحبت مصر بتوصل مؤتمر المناخ المنعقد في دبي إلى توافق حول عدد من القرارات التاريخية، مشيدة بنجاح دولة الإمارات العربية الشقيقة في تنظيم الدورة 28 لدول أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP28. أشادت مصر بقيادة دولة الإمارات العربية الشقيقة للمفاوضات التي أفضت إلى التوصل إلى توافق الإمارات لدفع الجهد الدولي للتعامل مع أبرز قضايا العمل المناخي وحشد الدعم المطلوب لتنفيذها. أكدت مصر أن نجاح الإمارات في ذلك يعد إنجازا جديدا يضاف إلى قائمة الإنجازات العربية على هذا الصعيد، لا سيما بعد النجاح الذي تم تحقيقه العام الماضي في شرم الشيخ في مؤتمر COP27. تبنت دول العالم اليوم بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى التحول باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري بما يشمل الفحم والنفط والغاز، وهي المواد التي تعد مسؤولة عن الاحترار المناخي. وقد تم إقرار النص المنبثق عن مفاوضات مطولة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 بدبي، وذلك بالتوافق ومن دون أي اعتراض من بين حوالي 200 دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر. يدعو الاتفاق إلى التحول بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة منظمة ومنصفة، وذلك من خلال تسريع العمل في هذا العقد الحاسم من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ولاعتماد الاتفاق بتعيين أن يحظى بموافقة جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، إذ كان يمكن لاعتراض بلد واحد أن يحول دون ذلك. للمزيد معنا عبر الهاتف دكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة. أهلا بك معنا دكتور. نحن أمام اتفاق تاريخي يدعو إلى التحول تدريجيا عن الوقود الإحفوري بما يشمل ذلك الفحم، النفط والغاز. أهمية هذا القرار وتأثيره. طبعا احنا اهلا بيكم واهلا بالساده المشاهدين. طبعا احنا في غايه سعاده من الاتفاق اللي حصل، وانا بعتبره اقوى من اتفاق باريس بكتير. ليه؟ لانه كل الدول اتفقت على ان احنا نستغنى عن الوقود الاحفوري بالكامل، اللي هو مصطلح بيستخدم ان هو فيز اوت نوت فيز ليس، بحلول 2050، وبالتالي وكل الدول وافقت عليه. فده اتفاق تاريخي 100%، وان شاء الله نستمر عليه وما يحصلش فيه رجوع تاني او تبوأ زي ما حصل في اتفاق باريس. هل معنى ذلك ان يمكن ان تعود بعض الدول عن قرارها بالموافقه على هذا القرار المنبثق عن COP28 في دبي، ووصف بالقرار التاريخي بعد الاتفاق عليه كما ذكرت دكتور؟ لا، ان شاء الله ما يحدث بقى رجوع فيه، وهو ده اللي احنا هنساعد. يعني اقصد هل هو ملزم للدول؟ إن شاء الله هو هيبقى ملزم زي اتفاق باريس اللي حدث فيه رجوع لبعض الدول. والاتفاق ده في بندين مهمين جدا أحب أقول للأستاذة المشاهدين عليهم. فضل.
أول حاجة مساعدة الدول النامية للتأقلم مع الاحتباس الحراري، وده معناه ضخ أموال كتيرة في صندوق الأضرار والخسائر، واللي أنشئ في كوب 27 بالضغط المصري. فهي خطوات بتكمل بعض، لأننا كلنا في كوكب واحد، وطبعا الإمارات دولة شقيقة، وإن شاء الله هيبقى فيه مساعدات كبيرة في هذا المجال. طيب. تاني حاجة، نعم. هو اتفاق، هو تم الاتفاق على مصطلح اسمه 30-30، وهو معناه تخطيط الانبعاثات بنسبة 30% بحلول 2030. فدي خطوة تانية على الطريق للوصول للنت زيرو. نعم. طيب، في مسألة ضخ الأموال، لطالما تعهدت دول كبرى بضخ أموال للدول النامية للمساعدة في مواجهة التغير المناخي، لكن هذا لم يحدث. كيف استشعرت صدقا ونية حسنة في هذا المؤتمر كوب 28 في دبي؟ هناك حماس للاتفاق وحماس للتنفيذ على أرض الواقع فيما يتعلق بالأموال وضخ الأموال. هو أول حاجة أن كل الدول وافقت ووقعت على هذا الاتفاق، وده ما حدثش قبل كده منذ 2015. فده أول شيء مبشر في الموضوع. تاني حاجة أنه إن شاء الله إحنا يعني قرروا في هذا الاتفاق إنه الحروب لا تؤثر على ما اتفقنا عليه بالنسبة للكوكب، لأنه إحنا طبعا بنحاول نسيطر على الحروب الحادثة حاليا وعلى رأسها حرب روسيا وأوكرانيا وغزة طبعا واللي حصل فيها. فده طبعا هيبقى نحاول بقدر الإمكان حصر اقتصاده بعيد عن هذا الاتفاق التاريخي، بحيث انه في المستقبل نمشي على خطى ثابتة لكوكب واحد كلنا عايشين فيه، لازم نعيش فيه في بيئة نظيفة وتنمية مستدامة. نعم. ماذا عن القرارات الأخرى؟ ماذا عن يعني النتائج والمخرجات الأخرى، يعني بعيدا عن هذا القرار التاريخي للتحول التدريجي عن الوقود الأحفوري؟ ما قرارات مهمة أيضا في أروقة كوب 28 دكتور وفيق تذكرها لنا؟ طبعا الطاقة الجديدة والمتجددة، وأنا لسه سكاي نيوز مكلماني دلوقتي وجريدة إرم الإماراتية، هم ناويين إن هم يساعدوا في الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها طبعا مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية. النهاردة مصر عندها واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، الإمارات بقت في رابع دولة على مستوى العالم في المحطات الطاقة الشمسية، فبالتالي هيبقى في تكامل ومساعدة في جميع أنحاء العالم على الطاقة الجديدة والمتجددة للوصول عظيم. لهذا نعم. الاتفاق التالي. أنتم كبرلمان عالمي للبيئة بنسبة كم راضين عن مخرجات هذا المؤتمر؟ سريعا دكتور. لا، أنا شايف إن هو اتفاق تاريخي بمعنى الكلمة. نعم. أحسن من اتفاق باريس، فإحنا في نتائج مبشرة إن شاء الله، ونأمل بإذن الله في مستقبل أحسن. شكرا جزيلا دكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. بعد ماراثون طويل من المفاوضات، تبنت دول العالم بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى التحول باتجاه التخلي تدريجياً عن الوقود الأحفوري بما يشمل الفحم والنفط والغاز، وهي المواد التي تعد مسؤولة عن الاحترار المناخي. النص المنبثق عن مفاوضات مطولة واصل خلالها المفاوضون الليل بالنهار في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 المنعقد في دبي، تم إقراره بالتوافق،
ومن دون أي اعتراض من بين حوالي 200 دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر. إنه قرار تاريخي لتسريع العمل المناخي، يجب أن نكون فخورين بهذا الإنجاز التاريخي، والإمارات العربية المتحدة بلدي فخورة بالدور الذي أدته للتوصل إلى الاتفاق. من جانبه شدد المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري على أن اتفاق دبي يدعو إلى التفاؤل في عالم يعاني من النزاعات. يجب على الجميع هنا أن يكونوا سعداء، لأنه في عالم مليء بالنزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط وجميع التحديات الأخرى لكوكب ينهار، فإن هذه هي اللحظة التي اجتمعت فيها التعددية بالفعل وأخذ البشر في الاهتمامات الفردية وحاولوا تعريفها إلى الصالح العام. تزامنا مع ذلك، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن عصر الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي، ويتضمن الاتفاق كذلك الدعوة إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات ومضاعفة وتيرة تحسين كفاءة الطاقة 2 بحلول عام 2030 وتسريع التكنولوجيات ذات انبعاثات صفر كربون أو المنخفضة الكربون، بما في ذلك الطاقة النووية والهيدروجين المنخفض الكربون وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وهي ما زالت غير ناضية ولكن تحبذها البلدان الغنية بالنفط حتى تتمكن من الاستمرار في إنتاجه. استقبل جناح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كوب 28 بمؤتمر كوب 28 عشرات الزيارات من مسؤولين حكوميين ومستثمرين من دول العالم خلال فترة المؤتمر، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية صديقة البيئة وحوافز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر بمصر. واستضاف الجناح مسؤولين حكوميين وقادة قطاع أعمال ومستثمرين من عدة دول، كما شهد جناح الهيئة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين شركات مصرية وأجنبية في مجال الاستدامة البيئية. ومن المقرر أن تنظم الهيئة خلال العام المقبل زيارات ترويجية لزوار كوب 28 الراغبين في الاستثمار بمصر، كما سيتم تنظيم زيارات للعاملين بعدد من وكالات الاستثمار الإفريقية لمصر للتدريب والتعريف بتجربة الهيئة في جذب الاستثمارات. أطلقت منظمة اليونيسف نداء لجمع تبرعات قدرها 9.3 مليار دولار من أجل مساعدة أكثر من 90 مليون طفل متضرر بنزاعات وكوارث مناخية في كل أنحاء العالم في عام 2024. تهدف اليونيسف من خلال هذا المبلغ إلى تطعيم 17.3 مليون طفل ضد مرض الحصبة ومعالجة 7.6 ملايين طفل يعانون سوء التغذية الحاد وتوفير التعليم ل 19.3 مليون طفل ومياه الشرب ل 52.4 مليون وحتى توفير دعم نفسي ل 26.7 مليون طفل ومراهق. تهدف هذه الأموال بشكل رئيسي إلى مساعدة أفغانستان واللاجئين السوريين والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى أوكرانيا واللاجئين الأوكرانيين. قال مسؤولون أوكرانيون إن ثاني هجوم صاروخي تشنه روسيا على كييف هذا الأسبوع أسفر عن إصابة 51 شخصا على الأقل وألحق أضرارا بمنازل ومستشفى للأطفال. جاء ذلك في الوقت الذي ناشد فيه الرئيس فلاديمير زيلينسكي واشنطن بتقديم المزيد من المساعدة لبلاده. وقال مسؤولون إن الحطام المتساقط تسبب في وقوع إصابات ودمار في 3 مناطق بكييف على الجانب الشرقي من نهر دنيبرو الذي يمر عبر العاصمة. حذر وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك كوريا الشمالية من أن جحيم الدمار ينتظرها إذا قامت بأعمال متهورة وسط تصاعد التوترات بعد أن ألغت بيونغ يانغ الاتفاق العسكري المبرم بين الكوريتين في عام 2018. أصدر الوزير هذا التحذير خلال اجتماع لكبار القادة العسكريين بعد أن تعهدت كوريا الشمالية الشهر الماضي باستعادة جميع الإجراءات العسكرية التي توقفت بموجب الاتفاق الذي يهدف إلى الحد من التوترات ومنع الاشتباكات على طول الحدود.
ومنذ إلغاء الاتفاق بدأت كوريا الشمالية في إعادة تثبيت مواقع الحراسة ونشر الأسلحة الثقيلة داخل المنطقة المنزوعة السلاح وفقا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية. تبادلت أرمينيا وأذربيجان اليوم أسر الحرب بينهما في خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات منذ تعثر محادثات السلام بين البلدين بعد استعادة باكو منطقة ناغورنو كاراباغ المتنازع عليها. أوضحت اللجنة الحكومية في أذربيجان المعنية بأسر الحرب أنها أطلقت 32 جنديا أرمينيا وأطلقت أرمينيا جنديين من أذربيجان، مشيرة إلى أن عملية التبادل جرت في منطقة غازاخ على الحدود الأذربيجانية الأرمينية. أغلقت السلطات الصينية مدارس وطرقا سريعة ومواقع سياحية، وأوقفت بعض خدمات القطارات اليوم في أعقاب عاصفة ثلجية ضربت أجزاء من شمال ووسط البلاد للمرة الثانية هذا الأسبوع. بدأ تساقط الثلوج صباحا بشكل مضطرد في العاصمة بكين، حيث من المتوقع استمرار تساقط الثلوج حتى الغد، وتوقع خبراء الأرصاد أن يعقب تساقط الثلوج برودة شديدة وانخفاض في درجات الحرارة في شمال البلاد هذا الأسبوع مع تحرك رياح باردة شرقا من شينجيانغ في الغرب لتصل إلى بكين بحلول نهاية الأسبوع. يجتمع آلاف من مسؤولي الأمم المتحدة والساسة ومجموعات الإغاثة والأعمال في جنيف للبحث عن حلول لأزمة نزوح لم يسبق لها مثيل في الوقت الذي تهدف فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التصدي لخطاب غربي يرى اللاجئين تهديداً. يحضر المنتدى في جنيف أكثر من 4000 من بينهم 8 من زعماء دول ونحو 30 وزير خارجية، فيما يمثل اللاجئون ما يقرب من 10% من المشاركين، ونزح عدد قياسي بلغ 114 مليونا حول العالم، بما في ذلك حوالي 40 مليون لاجئ فروا من عشرات الصراعات الدائرة بما يشمل السودان وأوكرانيا. فازت الهيئة العامة للاستثمار بمنصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بلجنة التسيير التابعة للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار للفترة من 2023 وحتى 2025. جاء إعلان حصول الهيئة على هذا المنصب أثناء مشاركة حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة بالمؤتمر السنوي للرابطة في دورته 27 المنعقدة بمدينة نيودلهي بدولة الهند، حيث عقدت الجمعية العمومية للرابطة على هامش هذا المؤتمر، وتم انتخاب أعضاء لجنة التسيير التابعة للرابطة ضمن فعاليتها، حيث حصلت الهيئة على 29 صوتا مقابل 11 صوتا لوكالة ترويج الاستثمار بموريتانيا التي كانت مرشحة لنفس المنصب. أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري بنحو 15% بمعدل 546 مليون دولار لتبلغ 4.3 مليار دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022. تعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة. وأضاف المجلس التصديري أن الصادرات إلى الدول العربية تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 بقيمة 2344 مليون دولار، تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة بذلك نسبة نمو في القيمة تبلغ 21%، يليها الاتحاد الأوروبي. ف
فازت مصر ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمركز الثاني الدرع الفضي لجائزة الإدارة المبتكرة من الجمعية الأفريقية للإدارة العامة عن منظومة المسابقات المركزية المتضمنة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك من بين 57 مشروعا ومبادرة مبتكرة تلقتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مقدمة من عدة دول بالقارة. تسلم الجائزة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ، وذلك خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الأفريقية للإدارة العامة والإدارة، حيث يشغل نائبا لرئيس اللجنة عن مجموعة دول شمال أفريقيا والتي انعقدت بزامبيا. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا القارة ويؤكدان على مواصلة تعزيز العمل الإفريقي المشترك. في مجزرة جديدة، الاحتلال يقصف مدرسة تضم نازحين بمخيم جباليا ويعلن تكبده أكبر خسائر في يوم واحد بمقتل وإصابة 17 من قواته في غزة. في ختام كوب 28، دول العالم تتبنى أول اتفاق تاريخي يدعو للتحول باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري، ومصر ترحب وتشيد بقيادة الإمارات للمفاوضات. نهاية أخبارنا، تحية لكم وإلى اللقاء.